بدايتنا كان مع مسلسل باب الحارة. شفنا أغنية المسلسل فعجبتنا قوي، فتحمسنا وقمنا نغنيها. كنا أصغر ما كناش نقدر نحفظ الكلمة، لذلك مشينا معلح وفعلنا هذا الفيديو. طبعاً هذا الفيديو صورنا بكاميرا التلفون، وكانت من هذيك الساعة بداية انطلاقتنا وحبنا للكاميرا. العائلة كلها بسرت الذي فعلنا فعجبهم، فكانوا يقولون لنا ايش الجديد يا أحمد؟ ايش اللي أتفعل يا نجم الدين؟ فأحمد فعل لهم حاجة جديدة، غنى لهم أغنية لشاكيرا. بعدها كنا نمشي نفعل الفيديوهات أكثر وأكثر، لكن جت المشكلة إن التلفون كاميرا التلفون مغلقة بكلمة سر. في مرة من المرات فاز أخي بجائزة كاميرا أبو طقطق. إحنا سميناها أبو طقطق لأن الشاشة حقها كانت تفعل طقطق. هي هذه شوفوا، فبدأنا ناخذها ونصور فيديوهات وننسخ اللابتوب. طبعا هذا اللابتوب مش حقي ولا حق احمد، حق البيت كله. فكان معنا لازوة صغيره في سطح المكتب اسمها احمد ونجم، ننسخ الفيديوهات لها وسطها. في مره من المرات دخلنا الغرفه والبيت كلهم بيبشروا حقنا للفيديوهات. انتهكوا خصوصيتنا. احنا هذيك استعجلنا لانه مع ان اللابتوب هذا حق البيت كله، يعني ما مش خصوصيه، لكن احنا حلقنا وزلنا، لكن أبسرناهم بيضحكوا هذا ورجع ضحكنا معاهم. فقررنا أنا وخيني جبدي إن إحنا خلاص نخلي الناس كلها تبسر حقنا الخصوصية، لأنه لما الناس بيضحكوا خليناهم. في رمضان فعلنا فيديو عن العيد واشتغلنا فيه بأقوى قوتنا. رغم المتاعب والمحن في جبهة العيد افتاتا، رغم المتاعب والمحن في جبهة العيد افتاتا. نشيل هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن كنا متخوفين انه ما يشتري، لان الفيديوهات اللي في مواقع التواصل الاجتماعي الناجحه كانت مجهزه بكل شيء، بديكور وكاميرات وشركات انتاج، واحنا ما احناش مجهزين باي شيء. حقنا الكاميرا ابو طقطق، والديكور الجبان حقنا، والاضاءه الشمس والمذاكي والديكور المذاكي، احنا ما توقعناش انه بالبساطه حقنا نشتهر. بعدها قلنا خلاص نغامر وننزله، ما دام احنا قدرنا نوصل لقلوب اسرتنا هنقدر نوصل لقلوب الناس. فقررنا انا واخي نجبدي ان احنا ننزل الصفحه في الفيسبوك. نفعل صفحه؟ ايوه نفعل صفحه في الفيسبوك، وسمينا لها اسم احمد ونجم وعليها شعار. شوفوا الشعار، رسمنا الرسمه وداخلها اسم ان احنا مرتفعين فوق السحاب، ننزل لكم مطار فيديوهات. ايش دخل الموز؟ هذا الموز اذا احنا طالع قد احنا طالع اذا جوعنا ناكلنا هذيك الساعه بدل ما نجلس. فقبل العيد ثلاث ايام نزلنا الفيديو، من الفجيعة صرنا نقول مباشرة ما نشوف ردة الفعل، 2 مشاهدة 3 مشاهدة. فقبل ما نقول كنا نتخيل ان الفيسبوك غني يدي زلط نفس اليوتيوب. ورجع وفاها، كنا نشتيها من ابو 1000 لكن طلعت دولارة. بعدها كنا نتقسم المشاهدة قبل ما يجي، كنا نقول يا احمد لو معنا 3 مشاهدة كم نقسمهم؟ 5 لامي و5 لبي طاعة حق الطاعة، والبقية نقسمنا انا وانت، نخرج وناكل بروست كل شيء. فقمنا الصباح لقينا مشاهدة وصلت 300 مشاهد، احنا خلاص فرحنا، ما توقعناش اكثر شيء الا 20 مشاهد. فكان المشاهدة حق احمد ونج خبر عاجل في البيت. فكان بيتنا في طرف العاصمة والنت عنده ضعف قوي، وكان عندنا طاقة في البيت النت عندها قوية عندها. فتخيلوا البيت كلهم مرصوصين هنا كيف يصير عدد المشاهدات حقنا. كل واحد معاه تلفون يبشر الثاني. يا حماد كم عندك مشاهدة؟ يا أخي 325 وانت. ما شاء الله. يا أخي سبحان الله. فرحنا انه من المشاهدات، فرحنا انه اسرتنا بيهتموا فينا،
وكانت التعليقات تزداد والمشاهدات تزداد والتعليقات تزداد. جات لنا تعليقات ما تعجبناش عن الحلاقة وحاجات سياسية ما نفهمهاش والسب والشد ولا، لكن احنا جزأنا على مبدأ طنش. بعدها وصلت المشاهدات لا 8000 مشاهدة. طلبت منا قناة تلفزيونية ان احنا نحضر في برنامج عن العيد. احنا خلاص بكينا هيا من الفرحة من الديت هذه قد احنا سابين وانت هنا يلا يلا انت المخرج فرحنا فرحنا على ما بنقول. بعدها من هذا كل وقت دخلنا حارة الشهرة. بعدها كنا مشغولين بحياة السلفيات والشهرة وهذا، جاتنا حاجة ما توقعناهاش اكتسرت علينا الكاميرا هذه ابو طقطق. احنا خلاص زعلنا وقلنا خلاص انتهى برنامج مع احمد ونجم ويجمع، وخرجنا للسوق فاجأنا انه قطع غيارها مش موجودة. فجلسنا نجمع جلست اجمع مصروفي في البيت. جمع مصروفه انا وانت مالك صغرها انا انت كنت تجعلها. جلسنا نجمع من مصروفنا على امل انه القطع القطع الغير يوصلي. يلا يا اخي ايش قالت امي تخلينا انا كنا نتحاكى ولا كيف. جمعنا الطلب على امل ان القطع الغير توصل والحمد لله تواجد القطع الغير وصرحنا كاميرا بطقطق ورجعنا لحاره الشهره وفعلنا فيديو عن سبب تاخرنا سنه وعن الناس اللي بتسبنا في التعليقات الاوله. لا تصور عشان البدي تحطمنا زياده تحلم تحطمي المال تعليقات. طبعا هذا الفيديو احنا ما كناش نشتي نغامر بحقنا الحلاقه فينا كيس. وبعدها المعجبين قالوا نفعل فيديو عن الكوليرا فاحنا طبطبنا وعشنا الدور دكترنا دكترنا وعشنا الدور. لو بحقوق شباب انا اشتغل زي ما الناس الله برأس معروف ايكم قم 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 جعل. طبعا السنة اللي توقفناها بسبب ان الكاميرا خربت ما يئسناش وقلنا نوقف. تعليقات السب واللعن والشتم ما اثرتش فينا لان احنا بنحب الكاميرا ونحب التصوير ونحب صناعة الافلام. واللي بيسوي حاجة بيحبها هو اللي بيستمر هو اللي بينجح ويوصل لهدفه. وهذا اللي وصلنا له هو البداية بس عاد احنا نشتي نفعل ابداع اكثر في المستقبل فيديوهات اكثر والجبهة هذا كان عاد نزل نطلع الهجرين من الحين ولا نفعل تدمعانا ديكور اضخم ديكور صفقوا يا جماعه.